السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود تحويل الرصيد في جيزي الجزائر. كود تحويل الرصيد في جيزي الجزائر، الكود هو نجمة 770، نجمة بعد كده رقم الهاتف، رقم الموبايل اللي هتحول له رصيد أيا يكن الرقم، طبعا رقم كود جيزي، بعد كده نجمة تاني، بعد كده الرصيد بالدينار، هتشوف هتبعت كام دينار، مثلا 200 دينار، بعد كده نجمة، بعد كده 5 أصفار شباك. يبقى تاني الكود، كود تحويل الرصيد في جيزي الجزائر، نجمة 770، نجمة رقم الموبايل، نجمة المبلغ بالدينار، نجمة 5 أصفار شباك. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.